الان قدام وزاره العدل بعد ان اصدرت لجنه الدفاع بيانا بالامس الى العموم. الان سنتوجه الى سيد وزير العدل، عندنا مع لقاء وفد في 5 محامين من لجنه الدفاع. الان سنبلغ مطالب الموقوفين والمضربين عن الطعام. نرجو ان يتم حل المشكل نهائيا والتواصل معنا جديا حتى نرفع المعاناه عن هؤلاء. والله شكرا لك، والتقييم وضع انه وضع كارثي، ما ينبغي حتى شيء باهي، امراض مستشريه، اضراب، جوع، معناها عاملينه المساجين الكل تقريبا، موقوفين منتمين طيار السلفي كلهم مضربين على الطعام، امهلوا الوزاره ولا خاطر هي مخلطه فولات الوزاره والقضاء انهم ينصفهم ويسرحهم اسبوع، ان لم يقع الاستجابه لطلباتهم هم يهدوا باش يكون الاضراب هذا وحشي. احنا نقولوا اللي الملفات احنا نعرفوها كالاجتفاء ان ملفات واهيه وهي محاكمه سياسيه بامتياز. احنا رجعنا كل رجاء الناس هذه تروح لديارها، لا حاجتنا بافعال سياسيه ولا بركوب سياسي على الاحداث هذه. العباد هذه تعانات لبرا بتهميش المؤسسات المجتمع المدني والتلافز وقع الاعتداء عليها من قريب ومن بعيد، تويكه ترمات في الحبوسات ما نزيدوش، معناها تويكه بعد ما ماتوا منهم نزيدوا نركبوا عليهم. وقداش يعني تقيم عدد اللي مضربين على الطعام؟ والله ما نجمش نحدد بالضبط خاطر شفنا برشا بافيونات، لكن الموجودين الكل اجمعوا على انهم في اضراب جوع. وفما اثار ولا فما معطيات تخص سوء معامله ولا؟ فما موجود سوء معامله، احنا معظم يعني العدد الموجود لقيناه ما يعبر عنه في السيلونات، هذا 3 متر ولا 3 في 12 عبد بزوز زور متغطين، معناها كلهم معاقبين تقريبا، فما ناس معتدى عليهم بالعنف الشديد، فما ناس مرضى، تورمات وحاله حليله في دناتهم، تقرحات، معناها شيء الجرب ضرب اطنابه، معناها شيء كبير، معناها شيء كبير.